السلام عليكم وعليكم السلام نعم أنا شيعي من إيران يا أهلا بك تؤمن أن القرآن لا زيادة نعم. ولا نقص؟ نعم في كتاب الاحتقادات في دين الإمامية الشيخ الصدوق الصفحة 84 <applause> باب الاحتقاد في مبلغ القرآن قال الشيخ رضي الله عنه احتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين وهو ما في ايدي الناس ليس باكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس 114 سوره طيب. وعندنا الضحى وألم نشرح وسوره واحده ولإلاف وألم فأنت... فأنت... سوره واحده جيد فانت تثبت ومن حسب إلينا أن نقول انه اكثر من ذلك فهو كاذب أعرف أعرف طيب نعم هذا كلام الصدوق نعم وهو الكاذب طيب مو مشكله نعم. فانت الان تثبت ان القران لا زياده فيه ولا نقص لا عن الائمه المعصومين الأربعة عشر ولكن تثبتها عن شخص اسمه الصدوق جاء بعدهم مو مشكله هل انت تلتزم بجميع اقواله ولا بعض اقواله تضربها بالقندره؟ لا شوف ايه شيخ الصدوق لابد ان نلتزم باقوال الصدوق جيد فهو يقول ان من لم يقل بالسهو فهو من الغلاة هل انت تقول ان النبي يسهو؟ اكيد اه يعني عندك النبي ما معصوم لا معصوم بالوحي يعني يسهو ليس هو مثل روبوت لو شيء اكيد يسهو كل بشر يسهو حتى النبي موسى يسهو والنبي هارون يسهو فشي طبيعي نبي ادم يسهو فالنسيان ف... شي... فمثل السنه يعني معصوم برسالته من يخلص رسالته يشرب بطل العرق؟ <applause> الآن هل تقبل كلام الصدوق أم لا؟ أنت ضد الصدوق أم مع الصدوق؟ لا أنا, أنا لا أنا رديت, ع... رديت على هاي النقطة وقلت لك كلامك كذب، ليش؟ لأنه أيضا يقول بالسهو، أنت الآن تؤمن بالسهو، فأنت نبيك اللي تعتقد به ينطي رسالته ويروح يشرب بطل عرق سهوا. يعني عندك الصدوق هو كذوب؟ نعوذ بالله؟ أنت الآن جاوبني على السؤال أنت عندك الصدوق كذوب؟ لا أنا عندي صدوق. جيد، فأنت نبيك ينطي رسالته ويشرب له بطل صح؟ لا لا يلزم من ذلك اذا كان عنده سهو لا يلزم من ذلك يشرف طيب هل هل السهو فيه تحديد ام ان السهو مطلق لا ليس مطلق ها حدد السهو مثل تفضل دليل على تحديد السهو على النبي تفضل لزمتك انا اريد منك, منك انا اريد منك انا اريد منك وانا هم اريد منك يلا تفضل اعطيني دليل على ان السهو محدد على النبي يلا طيب انت تقول بانه هو كذوب ام صدوق؟ انت الان لا تغير الموضوع، انت انا قلت لك كلام الصدوق كذب ولا نأخذ به لانه كانت لديه شطحات كثيره، هاي من ضمنها السهو ومن ضمنها القول بالقرآن، وتارة نحملها على الشطحه وتارة نحملها على قلة المصادر، ما كانت عنده مصادر، ولذلك كان يقول بالسهو، ولذلك نحن نعامله معاملة الذي وقع في جهل بسبب قلة المصادر، انت تفضل الان الكرة في ملعبك. تفضل انطيني دليل على ان السهو الذي يقع على نبيك مقيد لا مطلق تفضل نعم حسب كلام الصدوق بان السهو هو ليس مطلق بل مغيد مقيد وين... بالنسيان تفضل هو النسيان جيد مغي... ها فانت تقول ان السهو فقط بالنسيان صح نعم جي... فنبيك ينسى كمان. جيد فنبيك ينسى انه صلى ام لم يصلي نعم نبيك ينسى انه صلى ام لم يصلي؟ يمكن لانه بشر نعم يمكن لانه بشر طيب ايه انت. انا انصحك تصير سني جيد؟ والله خذها من عندي <applause> أخي بس اسمع والله خذها من عندي اذا كنت جاهل فالله يوفقك ان شاء الله وتهتدي اذا كنت معاند ويبدو انك معاند والله صير سني لأن لا لك صوم ولا لك صلاة ولا لك عبادة وانت عايشة حياة اعتقادية خرطي والآن الجمهور الرافض بالبث المباشر زافينك زف وزافين دينك كله شوفوا مش جاي يكتبوا لك شكرا لك شوفوا حتى تعرفون حجم الحرب اللي أنا جاي أمر بها تفكرون بس مع السنة أشوفوا نبي ينسى صلاته نعل على دينك نعل على الدين اللي علمك هاي العقيدة نعم على الوصخ اللي علمك هذا الاعتقاد نبي 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 وما ينطق عن الهوى نبي نبي خالق الاكوان نبي يا جابر ان اول ما خلق الله نور نبيك هذا آه شوف شوف طبعا الصدوق لا يصل الى هاي المرحله لان الصدوق عنده جهل بسبب المصادر هم هم جهال يتبعون الصدوق هم جهل جهل مفرط جهل عنادا بالمنهج الشيعي الرافضي عنادا عنادا والله العظيم قالها وهو هو ما مرتاح، لاحظتوا؟ قال اي اه 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 اي اي ينسى صلاته، اي ينسى صلاته. نبي ينسى صلاته؟ طيح الله حظك. طيح الله حظك وحظ من يعتقد بهذا الاعتقاد. نبي ينسى صلاته؟ لان يقع عليه السهو؟ اخاخ. اه الله الحمد عمي امير القريشي داككم دق بمحمد خالق الكون والله شتتكم لعب بيكم لعب لا بقالكم مراجع لا خمس لا براني لا كلاوات لا عمايم وسخه قذره دمركم وتفلشكم وتفلش ما قال لكم النبي معصوم لا جابها لكم من الاخير خالق الكون معلم جبرائيل وميكائيل واسرافيل صدوق صدوق معصوم صدوق شنو امام معصوم صدوق أه الصدوق شوفوا اخواني هاي الكبسة الان حسب رأي الصدوق شوف 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 ركزوا ركزوا بالله عليكم ركزوا حسب رأي الصدوق حسب رأي الصدوق من يقول أشهد أن عليا ولي الله في الأذان من الغلات والغلات زنادقة ملعونين كم واحد الآن بالأذان يقول أشهد أن عليا ولي الله كله الشيعة الرافضة الزلم والدجاج الأبيض واغعا لا يجوز للأنصاف كلها تقول كلها تقول أشهد أن عليا ولي الله بنظر الصدوق هؤلاء غلات والغلات كفر زنادق لعنة الله عليهم ليش ما تتبعونه ما يتبعونه لأن هم يعرفون ما يتبعون الصدوق في كل شيء صدوق شنو صدوق صدوق شنو صدوق الله هو شنو صدوق شنو منه انا ألزم كتبة الآن ألعب لعبة مسقط مزق بس احنا نحمله على الجهل ما نحمله على الانحراف، نقول الرجل عقيدته سليمه، عقيدته بابو بكر وعمر سليمه اكثر من الزبال اللي موجودين الان اللي خطت اقلامه لا يتم الاقرار بالله ولا بمحمد ولا بعلي ولا بالائمه ولا بالوحدانيه الا بالبراءه من ابي بكر وعمر وعثمان، عقيدته سليمه لكن نقول عنده جهل ما هو الجهل الجهل مو كان يشوف بالروايات علي ولي الله ويكتب العكس الجهل ما طاحت عنده جميع الروايات فكان يطلق الأحكام وهاي مشكلة هذا هو الجهل اللي نقصده عند الصدوق جهل الإحاطة ما كانت عند الروايات متاحة كلها تحت إيده والأجواء القمية كانت في ذلك الزمان أجواء محاربة للعترة الطاهرة أجواء محاربة للشهادة الثالثة أجواء محاربة للعصمة هذه كانت الأجواء فتأثر بالأجواء شنو لازم احنا نتبعه؟ طيب هو يقول لا تقولوا اشهد ان عليا ولي الله بالاذان، ليش كلكم الان تقولون اشهد ان عليا ولي الله بالاذان؟ ليش؟ يعتبرها من الغلاة. ما تتبعون بهاي النقطة، ليش ما تتبعونه بهاي النقطة؟ طيب إذا ما تتبعون بهاي النقطة اضربوا نقود نقطة, نقطة بالسهو واعتبروها خطأ، جهل، طاق، لأن الروايات لا تقول تقول هذا كفر أصلاً. كفر كفر اللي يقول النبي يقع بسهو كفر تنقيص المعصوم كفر معصوم كامل